انت ميدو مش منور الدنيا كابتن، مبسوط اني موجود معاك النهارده. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله. انا بالرغم من المراكز بتاعتكم في بتروجيت ال 14 او ال 15 ايا كان بقى ايه، لكن انا بحييكم على الاداء وبحييكم على الشكل الجديد. شكل جديد حاجه لما تيجي تقعد تفكر في بتروجيت، انا اخدتك بسرعه كده بس لازم تقعد تشوف الاداء، حاجه جميله جدا وشكل جديد وفي لمسات وفي شغل تكتيك وفي حاجات حلوه قوي، وبالرغم من كده مفيش توفيق. انا معادله صعبه. بص يا كابتن ميدو، انت عارف فريق بتروجيت يعني اول ما طلعت من دوري ممتاز كانت بتمتاز بالكره الجماليه والاداء، وكان مجموعه من اللاعبين زي محمود عبد الحكيم وعادل فتحي ولاعب ومحمد شعبان، كانوا لعيبه، واحمد شعبان تمام، كانوا عاملين لبتروجيت كره جميله جدا مع كابتن مختار. فتره كده بتروجيت ادائها الجميل بعد شويه خلال السنين اللي فاتت. الحمد لله بدانا اخترنا مجموعه اللعيبه السنه دي، لعيبه مميزه منهم، لعيبه من الدرجه الثانيه، لعيبه كانت ما بتلعبش بانديتها كتير. عملنا توليفه كده، كابتن طارق يحيى الحمد لله عمل توليفه كويسه جدا، والجهاز الفني راهنا على اللعيبه دي. الحمد لله بدانا مباراه كويسه جدا، بدينا ماتشات صعبه جدا اذا كانت حظنا في الجدول اللي كان الزمالك والاسماعيلي المصري. الحمد لله اداء هايل. تيجي تبص في النتيجه ما بنكسبش مادي، عشان كده بقول لك معادله صعبه. جدا جدا. نخرج كل مباراه مش عارفين نقول للعيبه ايه، حتى كابتن طارق لما كان بيقول للعيبه مش عارف اقول لكم هارد لك، مش عارف اقول لكم مبروك، لان فعلا في اداء وفي كوره كويسه جدا. في ظاهره وحشه جدا بتقابلنا، تضييع الاهداف. مع ان هداف الدوري من عندنا شمس بيكلي جاب 7 اجوان. تيجي تبص شمس بيكلي جاب 7 اجوان وضيع 50 بالظبط كده. انا عارف شمس كابتن طارق عامل سيدهية كده، عدد الفرص اللي ضايعه خلال العشر ماتشات اللي فاتت حوالي 30 فرصه، مش 30 هدف، مش 30 فرصه. في فرق من فرصه فرص جوال. لا بالظبط كده، حاجات غريبه جدا. وماتشات تيجي تكون انت متسيدها تلاقي نفسك خسران. بس في المجمل احنا مطمنين ان احنا معانا فرقه محترمه قادره خلال المباريات اللي جايه ان شاء الله تعدل نفسها من الجدول. احنا محتاجين بس ماتشين ثلاثه مكسب في الاول يدوا اللعيبه ثقه، هتلاقي الموضوع مختلف بالنسبه لنا ان شاء الله. طب انت كابتن احمد ما عدتوش انت وكابتن طارق يحيى تشوفوا ايه الغلطات، احنا ليه، ايه اللي بيحصل؟ اصل خلي بالك حاجه تحير. انا كابتن طارق يحيى مثلا لو حطيت نفسي مكانه ده انا ممكن اتجنن، انا كل حاجه طبعا عارف. انت لما تكون مدير فني وبتخسر بتتضايق، يعني بتتضايق انك بتخسر، بس ايه لما بتكون كويس قوي وعامل ماتشات كويسه جدا ومعاك عدد النقط دي القليله جدا دي تستغرب وتتضايق، تتضايق اكتر من وانت وحش، تعمل عليك لود نفسي كمان. بالظبط. هو حتى كمان كابتن طارق الفتره اللي فاتت جاله كام دور برد ورا بعض، كان في الحج ورجع من الحج كام دور برد، دي انا بقول عشان نفسيته مش مبسوط. مش مبسوط لانه فعلا بنكون في المباراه بنتفرج والناس مسيطره وفرق كبيره، اذا كان الزمالك اذا كان الاسماعيلي على ملعبه، اذا كان بيراميدز انك تكون مغلوب 3-1 ترجع المباراه 3-3 والشوط الثاني لازم تكسب. الاتحاد المباراه اللي فاتت في اسكندريه بعد فوزه على النادي الاهلي والثقه والجمهور جاي يحتفل انك انت تسيطر على المباراه برده، والمباراه تخلص 1-1 ومضيع فرصتين ما يضيعوش في الاخر. بالظبط بالظبط. فدي مش عارف، انت اكيد احنا برده بنشوف الاخطاء ايه. الفرص اللي بتضيع دي اكيد بنشتغل ونشغل اللعيبه على الكور السهله دي والانفرادات. بس برده لازم تعرف مهما انت اشتغلت في الكواليتي، اللعيب اللي هو حتى لو ما اتمرنش عنده لو جات له فرصه بيعرف يخلصها. بالظبط. دي ممكن تكون مش عندنا. لسه مش عندنا، او جايز اللعيبه محتاجه الثقه والخبرات الفتره الجايه ان هي تبقى عندهم. عندهم دي. فاحنا بندور محتاجين حد في اماكن معينه يقدر لما يجي لنا فرصه او اتنين يعرف يخلصها. فان شاء الله نتمنى التوفيق الفتره، هو التوفيق بس، نتمنى التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله. التوفيق حاجه مهمه جدا. التوفيق، واكيد زي ما انت بتقول يا كابتن اللي هو الهداف الكواليتي اللي عنده اللي يجيب جول. كابتن ميدو احنا بنتكلم منتخب مصر، منتخب مصر نفسه لما بتيجي تختار مهاجم برضه بتتعب شويه لما تختار المهاجم. هو بيجيبوا مروان وهو ما بيلعبش في النادي الاهلي منتخب، لانه عارفين ان هو مهاجم جيد. مروان عنده الكواليتي اللي هو لو جات له فرصه بيعرف يخلصها. فمش بجيبه عشان ما بيلعبش، لك لا ما انا هشوف الناس اللي موجوده واللي بتلعب في الانديه، لكن اقارنهم مثلا بمروان. لا الاقي مروان افضل، فمروان بيتاخد عشان كده. طب انت شايف نظره الفيرود في الدوري المصري دي جايه من فين؟ بسببها طبعا الانديه كلها، صراع الدوري صعب جدا وصراع البونت صعب جدا. كله عايز اللعيب الجاهز.
ما حدش عايز يجيب لعيب ويفضل يصبر عليه فبجيب اللعيب الافريقي. بص كده يا كابتن، اللعيبه كلها او الدوري كله كده كم عدد الفراود الافارقه في الانديه كلها؟ هتلاقي محترفين، مش هنقول افارقه عشان في لعيبه مش بالظبط كده. هتلاقيهم كلهم كتير جدا، نسبه مثلا 70%، هتلاقي 30% مهاجمين مصريين. طب يا احمد، ما عندك انجلترا الاحتراف ماليها اساسا، اكيد بالرغم من كده في اكيد فراوده، هاري كين اكيد، فيرود هداف، عندك لعيبه كتير جدا في ما هو انت انجلترا انت هدافين. انت انت بقى انت بقى وحظك انك يكون عندك في نادي معين. ما هو قدمه مثلا في في انجلترا مانشستر سيتي، ها المهاجم بتاعهم الارجنتيني، هتلاقي واخد من توتنهام، فيرود من توتنهام. انت ممكن يكون حظك مثلا نادي في نادي مثلا في وسط الجدول في سموحه، عندهم حسام حسن، فيرود جيد ممكن ياخده في المنتخب. هو بقى انت وحظك المنتخب يكون عندك فيرود مهاجم جيد في فرق، بس مش في اتليهم في الانديه المقدمه. النادي المقدمه نادي الاهلي، مهاجم افريقي ازارو، ازارو، صلاح محسن، الزمالك كاسونجو، مروان، بالظبط كده. كان على فهتلاقي النادي المقدمين كلهم مهاجم افريقي. فهي دي بقى انت وحظك فرقه في نص الجدول يكون عندهم مهاجم جيد. طب دي برضو تاني، بس انا النقطه ديت مهمه جدا بالنسبه لي، دي عقليات مصريه مش قادرين نشوف او مش قادرين نصبر مش على قادرين نصبر على فرود مصري، وعايزين نجيب، خلي بالك، وعايزين نجيب فرود افريقي عشان اقول انا جبت محترف افريقي عشان لو ما جبش جوان خلاص انا هعمل ايه، ولا عشان فعلا مفيش فروده في مصر؟ فعلا برضو المهاجم الجيد او المهاجم الكواليتي العالي زي زمان مثلا تلاقي في كل الانديه، كان الاهلي اذا كان الزمالك اذا كان المصري اذا كان المقاولين، هتلاقي كل في واحد كل فرقه من دول هتلاقي مهاجم جيد. في مهاجم النادي الاهلي كان فيه كابتن محمد رمضان، كابتن ايمن شوقي، كابتن حسام حسن، نادي الزمالك هتلاقي ايمن منصور، النادي المصري هتلاقي مصعد نور لا انا بتكلم ان بص كل الانديه دي من اول الدوري اخر الدوري من الاهلي لغايه المنصوره هتلاقي عندهم لاعب مميز. فيرود ايمن محب كان في المنصوره كان مميز جدا، بالظبط بالظبط، وكان المنصوره بيصارع. فانا بكلم ان كان زمان المهاجم كان في 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 كتير لعيبه كتير ولعيبه مميزه جدا، دلوقتي قليله جدا. الفيرود المهاجم الجيد فعلا دي ما تعرفش بقى دي عيب في قطاع الناشئين، محدش عارف، محدش عارف يشتغل او محدش بيشتغل ان يطلع لك مهاجم جيد زي السنين اللي فاتت او زي السنوات يعني السابقه. مصر مليانه مواهب بصراحه، مصر انت مليانه عندك مشكله مواهب. دلوقتي في مصر عندك مشكله في المهاجم، عندك مشكله في المساك، عندك مشكله عندك في مشكله مدربين، في الباك ليفت، وعندك مشكله في مدربين. اكيد طبعا اكيد طبعا. انك انت دلوقتي بتشتغل في الدوري الممتاز وفي لعيبه لسه في الدوري الممتاز مش عارفه مركزه ده المفروض يعمل في مركزه بالظبط. طب ده انت اشتغلت او لعبت السنين اللي فاتت دي كلها، المدرب كان بيقول لك ايه؟ هل بيسيبك تشتغل كده او لا بيصحح اخطائك؟ الا ما رحم ربي يعني، ولا بيصحح اخطائك؟ هو ده اللي بنتكلم عليه. في فعلا لعيبه في الدوري الممتاز فعلا خلال قطاع الناشئين ما تعلموش حاجه، ما حدش قال لهم حاجه. دي حقيقه. فاحنا بنسال لما نيجي نشتغل بجامعة او انا او كابتن طارق او حد بيجي يساله يقول لك انت كنت قطاع الناشئين نادي ايه؟ ما انت قطاع الناشئين نادي كبير، لازم تعرف ان هو عنده كميه من المعلومات كبيره جدا. في الانديه الصغيره وكده في ناس ما بتشتغلش، في ناس كده عارف ضعف المقابل المادي، بيقول لك نشتغل على قد الفلوس بالظبط كده. فما بيحاولش. والمصيبه الاكبر ان اللعيب بيبطل يمسكوه قطاع الناشئين. بالظبط. احنا لسه كنا بنتكلم قبل ما حضرتك تشرفني مع كابتن هشام صالح. يعني دي مصيبه. كنا ليه؟ المشكله دي انت لسه مدرب، لسه مش عارف حاجه، ما عندكش حاجه بالظبط. فهتقول لي الولد ايه؟ هكلمه ان هيطلع انا سنه والتانيه ثالثه و... واربعه بالزبط. وخمسه هيطلع من قطاع الناشئين مش عارف حاجه. دي حقيقه، دي مشكله كبيره جدا، دي حقيقه، دي مشكله كبيره. بس كنا بنتكلم مش زي بره يجيب لك واحد خبير يقول لك هو المسؤول على قطاع الناشئين. لازم، لان هو ده زي اللي ما النادي الاهلي جه في فتره كده كروفر بالظبط، مش اللعيبه بس اللي بتستفاد منه، لا المدربين كمان بتوع القطاع بيستفادوا منه، وبيطلع بعديها كذا مدرب عنده من الخبره اللي استفاد من مدرب كبير. هي دي المشكله بالظبط، هي دي المشكله. دايما بقول عندنا فراوده وعندنا مساكين وعندنا جوال، بس مين اللي يشوفهم ومين اللي يعملهم ومين اللي يزودهم ومين اللي يتعب عشان يشتغلهم ومين اللي بالظبط بالظبط. موضوع كبير طبعا. انت مرتبط بالكابتن طارق يحيى. هو بصراحه هو يتحب شخصيه جميله. انت عارف كابتن طارق الجهاز الفني يعني بتاعنا كله، كابتن حماده انور زملكاوي، كابتن مدحت عبد الهادي زملكاوي، كابتن طارق يحيى زملكاوي، معايا السويركي اسماعيلاوي، حرقت لي سؤالي. معايا عماد بدر بس الاهلاوي، بس هم واخدينك يتفائلوا بيك، انت راجل بتاع بطولات.
معلش يا كابتن طارق حته يعني مش هقدر اسكت، لازم يكون معاك حته بطولات يعني الاهلي برضه. كابتن طارق من الزملكاويه الجامدين قوي، ده عسل. لا لا كابتن طارق نادي الزمالك، لا 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 فما اقدرش. خلي بالك وبيحب النادي الاهلي قوي. كابتن طارق بصراحه يعني قصدي بص الشخصيات اللي هي جميل، حاجه جميله من جوه كده سويه، فتلاقي ان الدنيا بالظبط حلوه سويه دي، حلوه سويه دي جدا خلي بالك. مع انه النهارده قال لي، قلت له هخبط في الزمالك شويه، قال لي انا وريني كده تعمل ايه. مش هتقدر طبعا، مش هتقدر. لا طبعا نادي الزمالك نادي كبير. فبقول لك الجهاز الفني كله معايا، كله زملكاوي معايا، واحد اسماعيلاوي، كابتن السويركي وقاسم ادري مخطط احمال من الناس الشاطره جدا. قاسم اشتغل كتير في النادي الاهلي، واشتغل مع كابتن حسام البدري في المنتخب الاولمبي، ومعانا عماد بدر طبعا برضه اشتغل في النادي الاهلي، مدير اداري اشتغل فتره طويله في النادي الاهلي. اصل احنا يعني احنا كاهلاويه يا احمد هنقطع ليه في الناس التانيه؟ لا 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 خالص، لا ما نقدرش يعني احنا ايه اللي ناقصنا؟ ما نقدرش. بقول لك ابعد على النقطه دي خالص وعديها، عديها عشان خاطر مش عايز اتكلم، عايز اكمل قاعد مع الناس. لا كابتن طارق شخصيه جميله قوي، مدرب كويس قوي قوي كمان. مدرب بيعرف يلم الناس حواليه قوي، بيعرف يحبب اللعيبه فيه. مش لعبه بس، كابتن طارق عنده حاجه سبحان الله، كل واحد ربنا بيديله. مفيش نادي بيمسكه الا لما بيعمل حاله من الجهاز الفني واللعيبه والناس اللي بتشتغل، تلاقي اسره كده حلوه قوي، ناس بتحب بيسالوا عليه وبنسال مع بعض وناكل صاحب. مع بعض حاجه جميله جدا يعني صح. مش عايز احسده، لا لا ربنا الله. ربنا مديله الموهبه دي والحاجه الحلوه دي. لعيب جامد يعني، انا فاكر له جون في الاهلي يلا كنا على طول، كان هارينا جوان في كابتن ثابت البطل الله يرحمه. ف هو عارف في جون كده جابه وغيره العارضه، غيرت شكل العارضه بعد كده، شات الكوره الشبكه بقول لك هو ده الجون. ايوه جون شات الكوره وطلع فعلا. هو كل شويه الاتحاد الدولي غير الشبكه عشان خاطر الجون ده فعلا. أيوة. فعلا فعلا أيوة. الكوره دخلت وطلعت واحنا قلنا مش جون بالظبط كده بالظبط. حتى يا رب الحكم ما ياخد باله بس حسبوه. لا كابتن طارق تاريخ كبير كلاعب، حاجه وكاس امم 86 اكيد ومع الزمالك طبعا بطولات كتيره اكيد. انت كم بطوله مع الاهلي يا كابتن؟ 7 بطولات ما شاء الله، 3 دوري عام و2 كاس مصر وبطوله عربيه وبطوله افريقيا 93. ومشيت من الاهلي امتى؟ 96 97. كم سنة؟ كم سنة في الأول؟ 4 سنين. لا كم ومشيت كانت عندك كم كان سنة؟ عندي 25 سنة. 25 بس كان ساعتها كانت ميدو غير الأندية دلوقتي خالص. لما تمشي من النادي الأهلي تروح أندية تانية فرق كبير قوي. دلوقتي ممكن تمشي من النادي الأهلي الاحتراف خلى الأندية قريبة من بعض قوي. لكن زمان صدمة. أنا طبعا مع احترامي كل الأندية طبعا، انتقلت لجمهورية شبين كان في الدوري الممتاز، كان الموضوع صعب بالنسبه لي. انت رحت برضو يعني طبعا جمهوريه شمين طبعا حاجه جميله. ما انا بقول لك بس صعب جدا بالزبط. كان فرق كبير قوي خلاني مش قادر صدمه كانت بالنسبه لي، فرق كبير جدا. مع احترامي طبعا جمهوريه شمين دلوقتي اكيد احنا بنتكلم بس على فرق الكوره. اكيد طبعا بس ولعبت بعد كده في بعض الانديه والحمد لله دخلنا بقى في التدريب. تعالى نشوف مدينه نصر، عندنا حفله كده ربنا يزود افراحنا. نشوف الحفله في مدينه نصر مع زميلي كريم احمد ولا مينا برجاوي. محمد سعيد، محمد سعيد اهلا بيك. عائله الاهلي باليوبيل الفضي مرور 25 سنه على انشاء المرحله الاولى وافتتاح المرحله الاولى هنا في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر يوم 28 اكتوبر عام 1993، والنهارده في أواخر شهر أكتوبر عام 2018، فبالتالي بعد 25 سنة افتتاح المرحلة الأولى، والنهاردة بنحتفل باليوبيل الفضي. بالتأكيد احتفالية رائعة لكل عائلة الأهلي، بتبدأ النهاردة من فرع النادي الأهلي بمدينة نصر اللي هذا الافتتاح الكبير جدا اللي كان بالنسبة لكل الرياضيين صرح رياضي كبير جدا في منشآت رياضية. النادي الأهلي دائما كما هو سباق في كل العهود سواء في القطاعات الرياضية أيضا في القطاعات الإنشائية، وهذا الصرح الرياضي الكبير جدا اللي كانت فكرته في منتصف السبعينات من فكرة مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة طبعا الفريق عبد المحسن كامل مرتجي رئيس النادي الأهلي، ثم تدرجت الفكرة إلى أن جاء التنفيذ من خلال الكابتن صالح سليم في أوائل التسعينات في فترة كبيرة جدا لإنشاء المرحلة الأولى وافتتاح المرحلة الأولى في 28 أكتوبر عام 1993. في تفاصيل كثيرة جدا ممكن نقولها النهارده في اليوبيل الفضي واحتفاليه عائله الاهلي النهارده داخل فرع مدينه الاهلي بمدينه نصر، واحنا النهارده احتفالات وايام سعيده بنحتفل بيها خلال الفتره الحاليه تحديدا بقرارات مهمه جدا واحتفالات مهمه جدا، واحنا كمان مقبلين على نهائي افريقيا ان شاء الله لفريق كره القدم. في هذه اللحظات ايضا كمان بينضم لي دكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. دكتور شريف اولا برحب بيك، يوم استثنائي بنعيش ايام جميله في الفتره الحاليه بين عائله الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي في كل مكان يا دكتور شريف.
اشكرك يا محمد، مساء الخير. اولا تحياتي ليك وتحياتي لاعضاء النادي الاهلي العظيم اللي بنشرف كلنا بالانتماء الى هذا الصرح. انا واحد من اهل مدينه نصر، فبالتالي منحاز الى مدينه نصر، وان كان ده شيء بيزعج المسؤولين ومجلس الاداره، لان هم بالنسبه لهم النادي الاهلي كيان واحد بفروعه المختلفه، سواء الجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد وقريبا ان شاء الله التجمع. ودي فلسفه عيله النادي الاهلي اللي دايما بتكلم عنها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء المجلس وكمان الاداره التنفيذيه. انا بعتقد انه من حسن الطالع انه هذه الذكرى ومرور 25 سنه على انشاء اهلي مدينه نصر بتتزامن مع احتفالات مصر كمان بنصر اكتوبر. ده شهر احنا بنشعر كلنا فيه بالعز والفخار اللي بيتزامن مع النصر العظيم لقواتنا المسلحه في حرب اكتوبر المجيده. انه كمان اهلنا في مدينه نصر واحنا بنحتفل في مدينه نصر واهلي مدينه نصر بمرور 25 سنه على افتتاح الفرع، انا بعتبر ان دي بشره خير وطالع حسن بيتزامن ايضا ان شاء الله مع فرحتنا كلنا يوم 2 نوفمبر ثم 9 نوفمبر ان شاء الله، ان شاء الله يا رب، برفع كاس افريقيا للمره التاسعه في تاريخ النادي الاهلي ووصولنا للمره ال 12. ايضا خليني اقول لك يا محمد انه مجلس الاداره كان حريص في هذه الذكرى انه يتواجد الحقيقه عن بكره ابيه، بدايه من الكابتن محمود الخطيب وكل الساده اعضاء مجلس الاداره والاداره التنفيذيه. طيب لغايه لما محمد سعيد يرجع لنا تاني شفنا اجواء الاحتفال كابتن ميدو. محمد سعيد مغطي ان شاء الله، يعني يكون كل ايامنا احتفالات كده وحاجه جميله جدا. ورجع تاني، يلا يلا. طيب يلا محمد اثبت بقى. محمد باقي ان احنا نوجه لها كل تقدير واحترام هو والساده زملائه جميعا في كل القطاعات المختلفه. امبارح الحقيقه على مدار الساعه غرفه عمليات في مكتب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وتواصل مع اداره مدينه نصر من اجل اعداد هذا الحفل. الكل عاوز يدخل الفرح والسرور ونشعر بقيمه هذا الحدث، فيا رب دايما النادي الاهلي في عزه ونصر، وكل سنه واسره النادي الاهلي او عائله النادي الاهلي المكونه من جمهوره وأعضاؤه والعاملين به والفرق الرياضية في عزة ونصر وسعادة ودايما يعني في تقدم وفي ازدهار. أنا بعتقد أنه بعد انتهاء مجموعة التطوير والإنشاءات الجديدة اللي في غضون شهرين هتكون جاهزة للافتتاح في مرحلة تانية طبقا للبرنامج الزمني اللي ألزم نفسه به مجلس الإدارة، هيكون حمام سباحة وصالة ألعاب وجراج وحاجات قبل مدة المجلس ما تنتهي إن شاء الله. هيكون أهل مدينة نصر عندهم يعني فعلا صرح يشار ليه بالبنان، وسعداء وفخورين به وبيباهوا به كل أندية مصر. يعني كل سنة وكلنا طيبين والنادي الأهلي بخير وسلام. شريف، كلمة أخيرة، الصرح الرياضي الكبير ده اللي كان أول افتتاح ليه في المرحلة الأولى عام 93، ملاعب تدريب، مبنى اجتماعي، حمام سباحة، ثم مكتبة في المرحلة الأخيرة عام 2003، والإنشاءات بتستكمل في الإطار الجديد لعائلة الأهلي بعد 25 سنة بتجديدات كمان بتواكب الحدث مع الجمال اللي احنا شايفينه في مقر النادي الأهلي هنا في مدينة نصر، وهذا الازدحام الجميل جدا لعائلة النادي الأهلي. صحيح. خليني أقول لك يا محمد، يعني أنا كانت زياراتي للنادي الأهلي من 2001، يعني بدأت أفكر أعمل عضوية، وزياراتي للنادي الأهلي هنا في مدينة نصر كانت من 2001. منذ ذلك التاريخ وحتى الآن أنا بعتقد إنه كل سنة وكل، لا عايز أقول لك كل شهر، كنت بجد تطور وإنشاءات مختلفة ورؤية ومجالس إدارات بتكمل بعض، وده الحقيقة فلسفة النادي الأهلي واللي بيميزنا الحقيقة عن أي نادي آخر. لما تيجي تتكلم مع رئيس النادي الأهلي وتقول له ما شاء الله ده المشروعات دي لو تمت هيبقى شيء عظيم وانت هتبقى احسن رئيس نادي واعظم رئيس نادي في النادي الاهلي، فينزعج جدا ويقول لك لا احنا ما عندناش حاجه اسمها رئيس نادي احسن من رئيس نادي، احنا جيل بيكمل جيل. فكل الترحيه والتقدير والاحترام لمجلس المهندس محمود طاهر اللي اشتغل، وسلم الرايه لمجلس الكابتن محمود الخطيب. ده حقيقي، يعني انا عايز اقول لكم ان ده شعور فعلا مجلس الاداره، ودي رؤيه الكابتن محمود الخطيب، وهو شايف انه مجلس المهندس محمود طاهر كمل مجلس الكابتن حسن حمدي اللي كمل مجلس الكابتن صالح سليم وصولا الى مجلس الكابتن محمود الخطيب، وهيجي بالتاكيد رئيس من ابناء النادي الاهلي يستكمل مسار. احنا بنبني في النادي الاهلي كل جيل وكل اداره بتبني على ما قدمته الاداره السلف، الكل في بوتقه واحده، الكل على قلب رجل واحد، يتباين وجهات النظر لكن يبقى الناس بيجمعهم الحب والاحترام وتقدير الكيان.
الحقيقة الأهلوية عندهم حب وتقدير لناديهم فعلا مضرب الأمثال من الأندية الأخرى. فالحقيقة أنه كل يوم تدخل النادي أو تغيب شهر وتيجي لازم تجد حاجة جديدة. الحقيقة أنه نادي أهلي مدينة نصر نظرا للكثافة السكانية اللي في مدينة نصر والمنشآت فالعدد اللي بيرتاد عدد كبير جدا. عندك مساحة ما زالت خالية، مجلس الإدارة ليل نهار بيفكر وبيحاول يوفر موارد مالية علشان يخفف الضغط على الناس، سواء فيما يتعلق بحمام سباحة جديد، صالة ألعاب، ملاعب خماسية، جراج، يعني بعض المنشآت اللي توفر كل الراحة وسبل الراحة وممارسة الرياضة سواء على سبيل الهواية للأعضاء أو على سبيل الاحتراف لأبناء الأعضاء. أنت بتتكلم عن النادي الأهلي اللي بيضم 180 ألف أسرة فيما يقرب من 12 أو 13 ألف عضو رياضي، يعني في 12 ألف من أبنائنا بيمارسوا الرياضة. ولما أنت ما بتجدش مكان بيبقى عندك مشكلة كبيرة وبتفكر تخرج تعلم ابنك بره في مكان، وده الحقيقة بيكلفنا مبالغ طائلة. وبالتالي لا، احنا لينا حق على النادي انه مجلس الاداره يفكر، ان الاداره التنفيذيه تفكر وتجتهد وتشتغل، وده اللي حاصل دلوقتي. يعني مجلس الاداره ما زال منعقد وان شاء الله هيكون في قرارات مهمه هنعلن عنها في غضون يعني دقائق او ساعات قليله بعد انت ما تستكمل فقرات هذا الحفل. واحنا عندنا فقره فنيه مفاجاه بكل المقاييس ونجم محبوب الحقيقه مش عايز احرقه واسيب مش عايزين الناس تشوفها كده على الهوا مره. الحقيقه النهاردة خميس، النادي مليء بأعضاء النادي كلهم وجوه مضيئة وإحنا بنتشرف بيهم وبنفخر بيهم. أنا شخصيا يعني عندي انتماء وفخر شديد أني بنتمي لهذا النادي العظيم. فكل التحية مرة تانية لعائلة النادي الأهلي، حضرتك وقناة الأهلي الحقيقة اللي اتنقلت نقلة كبيرة جدا مع زميلنا العزيز الدكتور خالد توحيد. وعايز انتهز الفرصة كمان محمد واشكر الحقيقة اللجان المتطوعة سواء لجنة المرأة، الشباب، الخدمات، اللجنة العليا. شكرا جدا ليك يا محمد سعيد، وشكرا طبعا للمحترم الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي. اللي كنت لسه بتكلم مع احمد عبد الفتاح بقول له يعني النادي الاهلي دايما اي حد بيطلع يتكلم فيه بيكون عند مستوى المسؤوليه، وكل كلمه طالعه منه بيحسبها، وكل كلمه طالعه منه بمنتهى الادب والاحترام. كابتن محمود الخطيب قدوه كبيره جدا، مفيش حاجه اسمها مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب، هو بيمثل مجلس اداره النادي الاهلي اللي كانت متعاقبه قبل كده وبعد كده دايما. حتى كان فكركم لما دخل معايا الكابتن محمد مرجان وقلت له المخالفات، وكان في مخالفات من المجالس القديمه، وقال لي مفيش حاجه اسمها مجالس قديمه ومجالس جديده، احنا كلنا مجلس واحد، كلنا في الاول وفي الاخر بنمثل النادي الاهلي. عشان كده بقول لكم الموضوع كبير جدا، ده الكلام اللي تتعلموا منه، ده الكلام اللي انتوا تتعلموا منه، مش بقى اللي طالع مش عارف بيقول ايه، واللي طالع مش عارف بيقول ايه، واللي طالع ماسك فانوس رمضان ويقول لك مش عارف ايه. ده الكلام فعلا اللي عايز يتعلم يتعلم يعني ايه قيم واخلاق ومبادئ وناس بتحافظ على اسم ناديها وبتحافظ على اسم جماهيرها وبتحافظ على اسم انها اكبر مؤسسه واكبر مكان في الشرق الاوسط كله، في افريقيا وفي العرب كله كمان، الوطن العربي كله. عشان كده دايما مشرفين اي مكان بيروحوه. سنوات ضوئيه بين النادي الاهلي وبين اي حد ممكن يتكلم عليه كلام ملوش اي محل من الاعراب. منور يا كابتن. حبيبي يا كابتن. نرجع تاني للكابتن احمد عبد الفتاح المدرب، وطبعا مع الكابتن طارق احنا اتكلمنا عليه كتير جدا، وانا شخصيا اصلا بحبها كمان. معاك كمان كابتن مدحت عبد الهادي، لعيب من اللعيب اللي كنت بحب اتفرج عليها طبعا. كان عنده تاكلينج مش طبيعي ما شاء الله، يعني قلب الاسد. قلب الاسد. طبعا مدحت من الشخصيات الجميله جدا. جهاز مدافعين وفرود وانت كمان فرود وصانع العاب، كابتن طارق يحيى كان بيلعب ناحيه الشمال على طول. جهاز تحسه جميل قوي. الحمد لله. عشان كده بتقدموا كوره شكلكم. الحمد لله كابتن طارق لما جه اختار فعلا اختار مدحت من الناس الزملكاويه اللي عندهم روح، ومهم قوي انك انت توصل اللعيبه بتاعتك. اللعب من غير روح ما بيوديش للنتائج. مدحت كان لعيب جامد جدا وكانت روحه كبيره جدا وحبه لنادي الزمالك، هو بيشتغل الحته دي كويس جدا، زائد كان مدافع جيد جدا من احسن المساكين اللي جم في تاريخ مصر في اوقات طويله جدا. بيشتغل من مدافعين، شغل تخصصي بس برضه كنا بنرقصه وبنجيب منه اي حد بيترقص كده، احسن مدافعين في العالم بيترقصوا. بس عسل. مدحت من الشخصيات الجميله جدا، ان انا مبسوط طبعا ان انا شغال معاه ومع كابتن طارق يعني وكابتن حماده وكل الناس كلها. ربنا يوفقكم، بتقدموا فعلا كوره جميله قوي والله يا احمد. حتى لما كابتن طارق كان بيطلع معايا في اي مناسبه انا فيها كنت دايما بقول له انت عارف انا غير ان انا كمان بحب بتروجيت قوي ومنتمي ليها طبعا، لكن بتروجيت الكوره بتاعتكم حلو وكوره جديده قوي من ايام الكابتن مختار. ايوه ده اللي كنت بتكلم عليه. لكن لسه
لسه انت محتاج توفيق، محتاج لعيبه تخلص. شميلس بيكلي هو على فكره شميلس بيكلي لعيب مهم جدا، بس لعيب يضيع لك كور غريبه. اه شميلس مش كده بس لعيب طبعا كابتن طارق هيرجعه طبعا. شميلس بيكلي شميلس من اللعيبه المميزين جدا في منتخب اثيوبيا كمان. لعيب بيلعب تحت الفرود وهدف وهدف الدوري، دي في حاجه كويس بيجي من تحت المهاجمين. بيوصل كتير. ما هو ما انت لازم عشان تجيب الجوان لازم تضيع بالظبط. هو نسبه وهو تيجي تكلمه يعني ما هو بيجيب جوان. بيضيع كتير. طبعا كان لو كان جاب نص الاجوان اللي ضاع دي كنا احنا في حته ثانيه خالص. حتى كابتن طارق نفسه بالظبط كان راح حته ثانيه خالص وبعد خالص وعمل تسويق لنفسه وحط نفسه في مكان تاني خالص. ما بتشتغلش معاه يا احمد، مش معاك كوره، بتشتغل معاك كلام. اكيد كل اللي هو اللي بيضيعه أكيد. مش كوره، هو لعيب كوره عالي جدا. بالظبط بالظبط. فهو ممكن يكون من تفكيره العالي قوي بيضيع حاجات غريبه زي الشناوي كده. الشناوي خلاص بيصد الكور اللي محدش صعبه يصدها. جدا ويجي حاجه صغيره المباراه اللي فاتت كده الكره كانت سهله شويه. فدي ساعات اللعيب بيجي لي كده لحظه معينه الثقه بتبقى زياده على اللزوم، فوق السحاب بتبقى زياده على اللزوم. فدي بتروح عامله معاك مشكله. ممكن بتحصل مع لعيب، بتحصل مع المهاجم، بتحصل مع المدافع لما يجي يمسك الكره واللعيب يقطعها منه برده بيبقى الثقه زياده. بالظبط. وبتحصل مع المهاجم، بتحصل مع حارس المرمى، ده بيحصل. فانا بقول احنا بنشتغل واكيد بتشتغل على الاخطاء واكيد بتشتغل نفسيا مع اللعيبه. لان برده انا كابتن ميدو احنا معانا مجموعه من اللعيبه خبراتهم لسه. في ناس يعني مثلا في ناس سنه اولى دوري ممتاز. فدي دي لسه بتاخد وقت شويه. توليفه بنتكلم مثلا 11 لعيب ولا ايجابيه. 11 لعيب السنه دي، ممكن واحد او اثنين من الفرقه السنه اللي فاتت. فبص يعني انك انت توصل بالتوليفه دي بالاداء ده دي حاجه كرم من عند ربنا. أكيد. انك انت ممكن تبقى ايه بتكسب بس شكلك مش كويس، ان التوليفه لسه ما اتظبطتش. لكن الحمد لله التوليفه جت. احنا لعبنا فتره عدد مجموعه من مباريات كتير جدا وديه، فوصلنا الحمد لله توليفه متفاهمه جدا. بس هو التوفيق بس في المباريات. فنتمنى ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله هتوصلوا اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. يا رب التوفيق معاكم ان شاء الله. تجيبوا لعيبه برضو حاجات بسيطه محتاجينها. أكيد بس اكيد طبعا. عمرو حسن بطل وهو اللي خد القرار ولا انتوا كان ليكوا دور؟ لا اكيد طبعا. عمرو لما لقى نفسه يعني اشتراكه للمباراه قليل شويه قال خلاص لا انا استوب. من اللعيبه اللي قعدت في الدوري الممتاز فتره طويله جدا عمرو. اكيد اخلاقيا لعيب من احسن الباكات رايت اللي شفتها في الدوري المصري. اخلاقيا حاجه محترمه جدا. كابتن تيم على اعلى مستوى. لا هو خد القرار وكنا بنتمنى ان احنا ان هو كمان يكمل معنا السنه دي. بس هو اللي خد القرار. بيبقى صعب عليك انك انت بتفضل تلعب اساسي 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 وتلاقي مره واحده السجاده بتسحب من تحت. بس بيبقى ليه دور. اكيد يعني بيبقى ليه دور حتى لو هيلعب ربع ساعه محتاجه. اكيد كعمر حسن. اكيد طبعا اكيد. وحتى كمان ككابتن تيم دي مهمه جدا. الكابتن تيم عنده من الخبرات بيبقى كانه مدرب معاك. انه يلم اللعيبه ويكلم اللعيبه في فان هو لا يا جماعه احنا فريق بتروجيت لا لازم نكسب احنا كذا احنا كذا احنا كذا. ده دور طبعا في مجموعه من اللعيبه الكبار طبعا بتشتغل الدور ده. يعني انت عارف كابتن احمد حياتك في الكوره في شخصيات بتاثر فيك. اكيد انا من الشخصيات اللي اثرت فيا فعلا وانا بمرن في الكوره عمرو حسن واسامه محمد. اثنين في منتهى الاخلاص. اكيد اثنين في منتهى العطاء. اثنين اتظلموا ظلم باين في الكوره المصريه. اكيد في اوقات من الاوقات كانوا من نجوم وما تلاقوهمش اسمهم مثلا في منتخب مصر. بالظبط. انا بقول لك عمرو حسن حاجه اوروبيه واسامه محمد حاجه اوروبيه. بالظبط. ظلم باين. في الكوره عشان ما انتموش لانديه كبيره مثلا نقول مثلا لانديه كبيره. فطبعا في لعيبه كتير بالشكل ده. طبعا اسامه دلوقتي مع كابتن مختار في الانتاج الحربي ربنا يوفقه كمدرب. وان شاء الله برضو عمرو يختار الطريق اللي هو كان مدرب اذا كان اداري اذا كان اي حاجه في المجال هينجح لانهم الشخصيات الجميله جدا. هتلاقي اسامه ماسك ودان الكابتن مختار يقول له نجيب عمرو حسن. انا عارفك يا اسامه انت وعمرو حسن. ممكن حاجه بصراحه يعني انا لازم اي مجال الحديث على البتروجيت لازم اثني على الاثنين دول. كباتن الفرقه انا لحد 17 سنه اتشرفت ان انا عرفت الاثنين دول واتشرفت ان انا مرنتهم. حاجه مثل 15 سنه في فرقه بتروجيت. الاهلي وفوكس طيف عشان نلحق نتكلم في الماتش ده. الماتش خسرنا 2-1 لكن وصلنا للي احنا عايزينه. اتكلم انت عشان انا ما اديلكش خيوط كلام اسرع هيك فيها. كان نفسي المباراه في مصر تخلص باكتر ولنا فرص واخر ربع ساعه بالذات كان فرص كانت ممكن تخلي الدنيا يعني ايه رايح في جوان. في جوان ما تضيعش ومن الناس هدافين من هدافين الفرقه.
دي صعبت الامور شويه، انك انت ترى بتلعب في الجزائر وعارف فرق الجزائر بتعملها ازاي والجمهور والملعب. انا وانا بتفرج على الملعب وبتفرج على الماتش فوجئت بالملعب، مساحه الملعب صغيره جدا. برافو، اصل انا اتكلمت في كده فانا عشان كده سبت لك الكلام عشان ما اقولوش ان احنا متفقين عليه. لا لا فعلا، ملعب تحس انك بتلعب في ملعب خماسي. بص المسافه من خط ال 18 للاوت مسافه صغيره جدا كده، بتلعب بتفكرك مثلا لما تروح تلعب فرق درجه ثانيه وفرق درجه ثالثه بتلاقي الملعب بالزبط الصغيره دي قوي. دي انا شايفها ان هي سهلت في بعض الاوقات وصعبت في بعض الاوقات. ليه؟ لان كل ما تلاقي المساحات الصغيره في 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 الدفاع بيبقى اسهل لك، لكن في الهجوم بتبقى اصعب لك. انت بتهاجم النادي الاهلي بيهاجم كتير، ده بيحتاج مساحات واسعه. حتى لما كنت تفتكر كده ان كان في مشاكل، احنا كنا بنطلب ان احنا لما بنيجي نلعب في بطرو النادي الاهلي بيجي يلعب في بطرو سبورت، يقول لك لا انا عايز العب في برج العرب. ليه؟ ملعب اوسع. بالظبط كده. ليه؟ النادي الاهلي عنده من اللعيبه المميزه اللي بتشتغل في المساحات احسن من المساحات الصغيره. بالظبط بالظبط. ليه؟ لانه بيهاجم وعايز يكسب. لكن بره انت راح تلعب هناك كسبان 2-0، عامل توازن بين الهجوم وبين الدفاع. بتلعب فرقه محترمه جدا، وهم هناك، هم هنا المباراه هنا انا فوجئت بالشكل ده. لما شفتهم هناك قلت مش معقول هي دي الفرقه كانت بتلعب هنا في مصر. خالص انا قلت كده. لعيبه مميزه جدا، عندهم لعيب تحت الفرود الاسول. لا انت اللي ما كنتش الاهلي بتاع برج العرب ده اكيد. دي رقم واحد برضو، وهم برضو مش هما الفرقه دي. جمهور وملعب جمهور بالظبط. موضوع تاني خالص، اتغيرت خالص، موضوع تاني خالص. لعيبه مميزه جدا ولعيبه بيلعبوا كوره على الارض كويس وحافظين الملعب الحمد لله ان احنا في الاخر وصلنا للشكل ده. بس انا شايف ان الجون اللي جبناه هو ده اللي وصلنا لكده. اكيد اكيد وليد سليمان، اكيد الجون اللي جبناه وصلنا، هو اللي وصلنا ان احنا نتراخى ان احنا نخسر. بالظبط كده بالظبط. في لعيبه في الملعب بعد شفتها بعد الهدف، لا مش هي قبل الهدف، التركيز كان عالي مش عايز يجي فيه الجون. اول ما جبت الجون في لعيبه ريحت، قالت لا احنا مش هيجي فينا اربعه، صعب. حتى لو جه فينا ثلاثه لا احنا هنحكزمان اثنين. صعب لا جدا. صعب بس مش النادي الاهلي يخسر بالشكل ده. صعب جدا. خلت اللعيبه ايه؟ بقى خلاص احنا كسبنا الماتش، مريحين. احنا عدينا مريحين. بالظبط. الجون الثاني جاي في الدقيقه 70، في 20 دقيقه تجيب فيهم جونين يرعبوك لو ما مسكتش نفسك. بالظبط. رجعنا بعد بعد اخر 20 دقيقه، رجعنا قبل ما جبنا الجون. تركيز واكتر كمان. التركيز عالي. ما هو ده اللعيب تركيز يا كابتن، يعني لازم اكون مركز بدرجه 100% في الماتشات اللي زي دي. لان انت بتلعب فرقه كبيره سهله تجيب جون واثنين وثلاثه واربعه عادي جدا. لو الاخطاء عندك، نسبه الاخطاء عندك عاليه، هتستقبل اجوان. بالظبط. فهي دي المشكله. بعد ما جه فينا الجون الثاني لا بدانا ثاني نركز. خط الظهر وقف صح. اللعيبه الكبار بدات تتكلم. الشناوي رجع، الشناوي مطلع كرة صعبه جدا جدا. ما انا بقول لك هو ده اللي بتكلم عليه. الجون اللي احنا جبناه عملنا مشكله جامده جدا. لو كانتش كده مش هتلاقي تعامل مع الكوره اللي جت فينا. انا متاكد ان هي مش جون. انا كنت قاعد مع كابتن احمد ناجي بعد الماتش مباشره، قال لي لا لا، قال لي الكوره دي مش جون، مش ممكن تخش بالشكل ده، مش ممكن. الكوره صعبه قوي تشوفها. ليه؟ لان هي عاليه. لو على الارض ممكن تحسبها. الوحيد اللي يشوفها الشناوي. الشناوي عمره ما هيقول لك جون. طب لو على الارض الحكم ايش، لكن عاليه صعبه جدا. ما اصل الكوره لازم تخش كل محيطها كلها تخش جوه. طب هتعملها ازاي؟ بنسبة كام حسن البطولة في الأهلي إن شاء الله؟ لا الموضوع صعب قوي. محتاج مجهود كبير. نسبة انتصارنا خصوصا كمان انت رايح على الترجي كذا مرة. كذا مرة وهم خلاص نغمة ان لا رادس ده ملعب برج العرب. عايزين نكسر بقى الحتة دي خلاص. هم بقى بص التركيز بقى كان 100% هتلاقي 500%. ده اللي بيخوفني طبعا. الدوافع. انت لو بتلعبهم كاول بطوله بعد مثلا 10 سنين ها بقالك كتير ما قابلتهمش، لا لا انت مقابلهم السنه اللي فاتت ومخرجهم. وخصوصا كمان الماتش الاخير هناك. بالظبط. تكسبهم برضه زي كل مره. زي انت واخد بطوله 2013 بنفس الشكل في ملعبهم، تعادلت هنا وكسبتهم هناك. بالظبط. فانا اتمنى ان احنا نحسمها من هنا. احنا كل مره بنلعب الترجي ما بنكسبش هنا. وديك تكسب هناك، موضوع غريب جدا. انا بقى اتمنى المره دي ان احنا نحسمها بدري، لان انا شايف ان هيبقى الامور صعبه جدا 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 هناك. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله اللعيبه كده تركز وان شاء الله نقدر. احنا محتاجين بطوله، محتاجين كابتن الخطيب مجلس اداره النادي الاهلي ياخد بطوله افريقيا. محتاجين الفتره دي قوي، وهو محتاج الفتره دي قوي ياخد حاجه تقويه شويه.
راجل بيتعب وهو اصلا يعني عنده مشاكل صحيه شويه وبيتعب وبيدوس على نفسه، محتاج حاجه، عارف حاجه لنفسيه مهمه جدا. النادي الاهلي محتاج بطوله زي دي، مجلس الاداره محتاج بطوله زي دي، فنتمناها ان شاء الله. اكيد، مع ان انت عارف انت يعني كل يوم بيعدي على النادي الاهلي في حد ذاته بطوله. اكيد من الاهلي، اكيد الاهلي أكيد. موجود اكيد. بس انا معاك في كلامك، شايف وانت بتتفرج على الماتشات احمد عبد الفتاح كمدرب، ايه اللي ناقص الاهلي؟ مش هقول ناقص الاهلي، طبعا النادي الاهلي فيه اختلاف، بدا في لعيبه بتكبر، في لعيبه بتخش جديده، في لعيبه عندها مشاكل طبعا بتعمل لك مشكله في الفرقه، في ناس بتخش كاول مره كاول سنه السنه دي، في حاجات كتيره بتخش في التيم. بس اللي بيطمني بصراحه يعني لما بلاقي حسام عاشور في الملعب، المسمار بتاعنا ده حاجه يعني. هتلاقي الاخفاقات اللي بيحصل للنادي الاهلي هتلاقي 90% منها عدم وجود حسام عاشور في الملعب. واحسبها كده وشوف، اعمل سكاونتنج كده للماتشات الاهلي بيلعبها، حسام عاشور طول عمره مؤثر في الملعب. بس تصدق كل اللعيبه لما بتكبر في الاهلي كل ما بيحلو وكل ما بيزيدوا، حسام عنده يعني احمد فتحي، حسام عاشور، وسليمان، حاجه كل ما بيكبروا في حاجه كده، كل ما بيكبر كل ما بيحلو يعني. الخبرات بتزيد، الروح وحبه للفرقه وحبه للكوره، هي دي لازم ندي اكتر عشان نفضل في المكان. هي دي عايز يكمل سنه واثنين وثلاثه وعشره كمان. في لعيبه بتخش يعني، انا زعلان جدا من الناس اللي بتاخد انتقادات. انا شايف انهم لعيبه مميزه جدا، وبس مش ماشيه مع حمودي. ناصر ماهر واحمد حمدي وحمودي، حمودي من اللعيبه المميزه جدا بس مش ماشيه معاه. يعني نفسي مره اجيب جون واثنين وثلاثه، هتلاقي لعيب تاني خالص. ناصر ماهر برضو من اللعيبه اللي بص، انا ما اعرفش طبعا المشاكل اللي بتبعده الفترات اللي فاتت، ناصر من اللعيبه اللي انا شايف ان هي جايه في حته تانية خالص، حته تانية خالص مع اللعب، هيروح في حته تانية خالص. هو حظ الولاد دي السيء ان هم جايين في حته او في وقت انت مطالب فيه بكل حاجه، في ضغط كبير جدا عليك، في تركيز كبير جدا. برضو حاجه تانية صعبه جدا، كتر البطولات. انت عندك قبل ماتش الترجي، ماتش الوصل الاماراتي، صعب جدا بالزبط. الوقت والمسافه دوري، المسافه بين المباراه دي والمباراه دي صعبه جدا. عشان كده بستغرب الناس اللي يقول لك الاهلي عنده نقص في اللياقه البدنيه. لا لا، اللياقه البدنيه ايه ده، لو ما اتمرنوش هي كابتن الماتشات دي هتخلي الناس شغالين. نورتني وشرفتني يا نجم، الوقت خلص بتاعنا بسرعه جدا. الحمد لله، انا مبسوط ان انا بقول لك معاك النهارده وفي قناتنا الجميله طبعا نادينا. اكيد بيتك، واتمنى ان شاء الله التوفيق، وان شاء الله نتقابل هنا واحنا بنبارك وبناخدين بطوله يا رب افريقيا. يا رب. ان شاء الله دي حاجه نتمناها ان شاء الله يا رب، وابارك لكم كمان، انتوا خدتوا كمان مركز يا رب تدخلوا بيه افريقيا باذن الله يا رب ان شاء الله، وجهازه الفني المحترم يا رب. شكرا جدا يا كابتن، نورت وشرفت. مش هقول لك اميتو، وقتنا خلص معاك، وكان معايا كابتن هشام صلاح المدير الفني لمنتخب الصالات اللي شرفنا ورفع راسنا في الارجنتين وخدوا ميداليه برونزيه، وكان معايا كابتن احمد عبد الفتاح نجم الاهلي ونجم بتروجيت الحالي لكن مدرب عام، مع كابتن طارق ايحه وغازه مدحت عبد الهادي وكابتن طارق ايحه. طبعا كل التمنيات والتوفيق لفريق بتروجيت، لعيبه النادي الاهلي اوعوا تسمعوا الانتقادات، طول عمركم رجاله وطول عمركم قدها، وقدود الشناوي بطل والف بطل كمان، ومع اكرامي ومع علي لطفي كل اللعيبه، احمد فتحي يعني سيد الرجاله، مع حسام عاشور وليد سليمان، حاجه كلكم بلا استثناء، كلكم بلا استثناء رجاله، وان شاء الله تفرحونا وتحطوا عينكم في صوابع التخين، دايما بتنوروني وتشرفوني، ومع الف سلامه.